بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عم أمير عيسى الحاكي، اليوم عيد ميلاد إن شاء الله، الله يفرج عنا وعن جميع المعتقلين فرجا عاجلا قريبا كلمحة للبصر إن شاء الله، وعن إخواننا المعتقلين فرجا عاجلا قريبا كلمحة للبصر أو هو أقرب إن شاء الله. كما نشكر الرادود مهدي سهوان على حضوره الاحتفال بجميع الحضور في منزل المعتقل أمير الحايكي. الله كريم.